للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من رام الله دكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية. دكتور أحمد أهلا بك عبر شاشة قناة النيل للأخبار، وبداية مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم 400 على التوالي، كيف ترى تطورات الوضع الميداني والإنساني الكارثي؟ يعني كما تقول الوضع كارثي جدا. صحيح. إسرائيل مندفعة بكل جنونها وغبائها أيضا وقوتها وبطشها دون أن يردعها رادع ولا أن يكبحها كابح. فشل الجميع في أن يعني ينزع هذه العدوانية وهذا التوحش من السياسة الإسرائيلية التي ترى أنه استمرارها في الحرب عمليا أولا يحفظ ديمومتها، ثانيا يمنعها من الانهزام، بمعنى أنه الحرب هي خيار ليس فقط شخصي وإنما أيضا خيار استراتيجي. هي عملية إسرائيل تريد من هذه الحرب أن تدمر كل أعدائها وأن تدمر كل الخطط السابقة وخيار التسوية السياسية أقصد وخيار الدولة الفلسطينية. هي عمليا تريد أن تندمج بالمنطقة بالقوة، تريد أن تؤدي رسالة للجميع المنطقة جميعا إنه هي ليست بوارد التنازل أو التسوية أو حتى المشاركة أو حتى التطبيع اللي له ثمن على الإطلاق. هذه رسالة للإقليم كله. ونرى التدمير في غزة والضفة الغربية وكذلك بجنوب لبنان. عمليا هي تقول للعالم العربي كله والإسلامي كله نعم. إنها ليست بوارد أي تسوية سياسية وإنما أمنية. صحيح. دكتور أحمد، يعني اسمح لي، حضرتك بتتحدث عن فكرة أنها قوة غاشمة وتريد أن توصل رسالة للمنطقة برمتها، ولكن على الطرف الآخر أو بمفهوم المخالفة، هل تعتقد أن إسرائيل لم تستطع حتى الآن أن تحقق ما يربو إليه بنيامين نتنياهو؟ لم تستطع في أي جبهة من الجبهات أن تنهي أعمالها هناك؟ يعني أنا أفهم سؤالك تماما، وهذا سؤال مهم وحقيقي، وهناك كثيرون ربما يقولوا بطريقة يعني لترفع المعنويات، وأنا حقيقي جدا ما زلنا صامدين وما زلنا رافضين وما زلنا مقاومين أكيد بالتأكيد، لكن الواقع بيقول أنه إسرائيل مدعومة ومدفوعة من الغرب الاستعماري. عمليا هي لا تستخدم سوى القوة الغاشمة التي عمليا تحطم فيها كل الوجود نفسه، الوجود العيني أقصد. صحيح. الوجود الفيزيائي. صحيح. هي تدمره تماما، وبالتالي فإنه علينا أن نغير ربما عقليتنا وأفكارنا أيضا بأنه إحنا قدام ويبدو أننا نحتاج أن نغير أيضا منهج التعامل. ولكن دكتور أحمد، ألا تعتقد أن هناك سبيل لردع قوات الاحتلال عما ترتكبه من جرائم؟ طبعا طبعا طبعا، والرد على فكرة مش بس فلسطيني، احنا في الخندق الاول، ولكن كما ان الغرب الاستعماري يدعم اسرائيل بكل شيء، بكل بالذخائر بالسرديه بالدبلوماسيه بالمواقف الدوليه.